إيهاد، مساء الخير. اهلا بيكي، مساء الخير. اهلا بحضرتك فندم، كل سنه وحضرتك طيبه استاذه نهاد. و طيبه معايا في الاستوديو دكتوره عزه فتحي. استاذه نهاد اهلا وسهلا يا دكتوره. ازيك يا استاذه نهاد، اخبارك ايه؟ اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، وعجبني كلامك قوي عن القضيه دي بصراحه بتاعت لسه المدرسة. هنسمعها لانه استاذه نهاد احنا يعني محتاجين نواجه نفسنا كمجتمع بعيوبنا، رايك ولا على ولا ده ياذينا ولا ده هيبقى مفيد هيبقى مفيد لينا. انا عايزه اقول لك مثلا انا لما دعمت ايه وقلت لها انت ما غلطتيش، مش قادره اقول لك كميه الشتيمه اللي اتشتمتها قد ايه. مش دي القضيه، ما انا عارفه ان انا هتشتم، بس احنا انت شايفه المجتمع المصري بقى عامل كده ليه وايه الاسباب؟ واديني نموذج على آية. بصي، مبدئيا هو مش المجتمع نفسه، هو في لجان إلكترونية. هقول لك وهقول للمستمعين تكشفوها ازاي. قولي حضرتك لما تلاقي حد متعصب قوي واخداه الجلالة جامد، يعني اللي بيختلف معاكي في الرأي، لو انت قلتي مثلا انه آية غلطت وحد تاني او ما غلطتش وحد تاني شايف رأي مختلف، في النهاية هيقول لك والله يا أستاذة عزة يعني أنت عاجبك مثلا عملت الحركة الفلانية، فبتلاقي الخلاف هنا، يعني في مساحة للكلام والود، إنما بتلاقي غربان كده داخلة تنقر عاملة زي الطباع اللي بتنهش الناس، ده تعرفي على طول إنه أكونت مزور تابعة للجنة إلكترونية بتشتغل سياسة ما بتشتغلش أي حاجة ثانية. نعم طيب، بس المجتمع هي على ما تعرف ده وتثبته للمجتمع. ما هو احنا شغلانتنا نعرف الناس. انا بعرف، انا بقت اللعبه بتاعت اللجان دي بقى بتعجبني قوي، عارفه ليه؟ لان انا بقوم عامله داخله على البروفايل بتاع الاشاوس الاغابر اللي هم بيقولوا الكلام ده، تلاقي حد بينشر صوره اولا مش اسمها حقيقي او حاطط صوره وهميه او حاطط صوره. نعم. الحاجة الثانية بيحط بوست مرة كل شهر ملوش علاقة بحاجة. حد مثلا اداني محاضرة عصماء في الدين فعلى ان هي عملت حاجة مخالفة للشرع وكذا، قمت داخلة على البروفايل لقيته حاطط صورة اتنين بيبوسوا بعض، قمت يعني رد عليه قايلة له واخدة سكرين شوت من الصورة دي وقايلة له ده برضه بوسة حسب الشرع ولا ايه بالظبط وحضرتك بتشير ايه؟ لانه ده بس خلينا نقول انه لو حد في موقف مش يعني اقصد ايه، محدش هيرحمه ويديله وقته انه يقعد يدور على ده. ما هي البنت بتاعت البحيره قعدت تحلف وتقسم لابوها وامها ان مش هي دي الصوره بتاعت الغربيه، ان مش هي دي الصوره بتاعتها، ومع ذلك محدش صدقها، ما صدقوهاش الا بعد ما انتحرت. ما هو الجو ده اللي بيخنق اي شكل من اشكال الحريه ممكن يدفع آية نفسها للانتحار. عشان كده أنا النهاردة وقلت على الفيسبوك واليوتيوب وبقول تاني من خلال شاشتك المحترمة، أنا بوجه ثلاث رسائل. الرسائل الأولى لآية وبقول لها يا آية أنا عايزاكي تشتغلي معايا في المكتب مصحف لغة عربية، هي مدرسة لغة عربية. حبيبتي على جمالك، الله على جمالك. أنا عايزاها تشتغل معايا مصحح لغه عربيه، لان وزاره التربيه والتعليم اللي مش فاضيه تعلم العيال كانت فاضيه تحقق معاه. فانا بيجي لي خريجين كليات القمه ومع ذلك ما بيعرفوش يكتبوا لا نحو ولا عربي من غير املا، فانا نص وقت ضايع في الليله دي. فادي اول حاجه انا عايزه من ايه تجيب لي العقد الميمون اللي عملته وزاره التربيه والتعليم معاها واللي حققت معاها بناء عليه، علشان اشوف ايه صلاحيات الوزاره في التحقيق وايه حدود اماكن العمل طبقا لقانون العمل، وهل من حق الوزاره انها تلغي العقد ده ولا ما تلغيش. تمام. الحاجه الثالثه انا بطلب من معالي النائب العام طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه والقانون الجنائي كل من علم بجريمه فعليه ان يبلغ، فانا ببلغ معالي النائب العام ان في جريمه نشر بدون اذن ايه، فارجو من معاليه انه يحقق فيها، ومباحث الانترنت تجيب المواطن الزباله اللي نشر الكلام ده وتحاسبه. ايوه دي اول رساله لآية. الرساله الثانيه لزوج آية، انا بقول له انا مقدره كميه الضغط الهائل الاجتماعي النفسي اللي انت اتحطيت فيه، لكن في الحقيقه كنت اتمنى
انك تعلم المجتمع كله وتعلم ولادك انه لما نكون بيت هنقف جنب بعض الاول بصرف النظر عن مين غلطان ولا مش غلطان ولا هي غلطت ولا مغلطتش. انما انا اقف في ظهر مراتي. الستات محتاجة سند ومحتاجة الظهر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ادالهم زوجة من زوجاته تحسة الاسم ان ليها علاقة براجل تاني ما طلقهاش، صبر واحتسب وربنا هو اللي نجاها ووقف في ظهرها. ده النموذج وده السنة اللي احنا عايزين نمشي عليها. طب تقولي ايه تقولي ايه لولادها يا استاذة نهاد؟ الرسالة الثالثة ولولادها. الست دي خلفت ثلاث رجالة، ما خلفتش ثلاث ذكورة بس. ماشي؟ ثلاث رجالة يعني ايه؟ يعني يعط امهم لو عريانة، يقفوا في ظهر امهم، يدوا اي حد بالجزمة عشان امهم، مش يطلعوا يقولوا اصل احنا زعلانين. يا ابني يا حبيبي يا اللي بتقول الكلام ده، يوم ما هتيجي تتجوز مراتك مش هتثق فيكي، فكان انت بعت امك. انا عارفه ان هم كمان عيال بارين بامهم وجدعان وشطار وتعرضوا لضغوط هايله عليهم وعلى سنهم، لكن كمان اذا ما كانوش اقوياء يعني ايه اسره؟ يعني نقف ورا بعض بقوه ونهدي بالجزم اي حد يقرب مننا. انا مستنيه ايه وقلت واولادي بمكتبي في اي وقت يشرفوني. الله عليكي الله عليكي يا استاذة نهاد. شكرا والله يا استاذة نهاد. والقضية دي القضايا يا استاذة نهاد الخاصة انا بشوفها ان هي قضايا حيوية جدا. فكرة انه احنا ما بقيناش ورانا حاجة غير فتح بعض. يعني انا لما كل شوية الفيديو كانت بتقول تتشير، قلت لهم يا جماعة الناس كلها بترقص بس لسه ما تصوروش. انت فاهمة اقصد ايه؟ دي حقيقة. يعني يا حبيبتي أنا وأنتي والمحامية والدكتورة والقاضية هو إحنا مش هنرقص في أفراح عيالنا ولا إيه؟ مثلا هي الآية دي ما رقصتش في مثل لما حد ياخد حاجة من السياق الخاص بتاعها ويقول لي أصل مش عارفة إيه؟ لا أنا عايزة أقول لآية وكل ستات مصر مثل شعبي عظيم جدا. اتفضلي. قليلة الأدب ست جراند، إن ما خافوش منها يخافوا من بيتها. يا ستات مصر اعملوا اللي نفسكوا فيه وجزمتكم بكعبها اللي يكلمكم دول فوق دماغكم. بشكرك استاذ نهاد ابو القمصان، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. قالت رساله الايه وانا بحييها وبشكرها على فكره ان هي عرضت عليها العمل في مكتبها. يعني الحقيقه تصرف رائع، انساني بحت يعني. وسبحان الله، يعني عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم.